أسعد الله مساكم بكل الخير مشاهدي الأفاضل أينما كنتم، مرحبا بكم مباشرة من ملعب سان سيرو بمدينة ميلان، وكأنها سهرة أو ليلة من ليالي دوري الأبطال وليس الدوري الأوروبي. هذه المباراة التي تجمع بين العريقين، أتحدث عن الناديين وليس عن الفريقين، لأن هناك فرق بين النادي بعرقته وتاريخه وثقافته ورصيده وألقابه وجماهيره، وبين فريق تعيس اليوم على غرار فريق أرسنال، فريق عائد إلى الواجهة على غرار فريق أي سي ميلانو بقيادة لاعبه السابق جينارو غاتوزو، الذي حقق 6 انتصارات متتالية من دون أن يتلقى أي هدف، 13 مباراة من دون خسارة منذ 23 ديسمبر من سنة 2000. أوروبي الفوز باللقب للعودة إلى دوري أبطال أوروبا، وطريقة خطيرة، كوتروني عند الكرة على الجهة اليسرى، كوتروني بعد هذه التغطية الدفاعية من قبل شكودران موسو، يحاول يمر من هناك، المراوغة، التوزيع، ولالا بونافنتورا في القائمة الثانية كاد يفعلها، وكاد يأتي الجول الأول لصالح عناصر فريق اليمنى. شفنا بونوتشي الكرة مرفوعة في القائمة الأول بالراس والدفاع، ممتازة كولاشيناتش البينية رجعت له، دخل كولاشيناتش البينية جاكارا والجر شبه شباك دوناروما، لقطة سريعة جدا استلمها مسعود أوزيل ومررها لويلتشير بدور المخيم، ومسعود يا تشامبرز ماذا فعلت، كرة خطيرة، كوتروني يفوت على الميلان فرصة هز الشباك، من أروع ما يكون التمريرة من هاكان شارع، كوتروني ويلتشير استلمها، كرة خطيرة لويلبيك رومانيولي، حارس دوناروما سمير الميلان، حيدة وخطيرة ليس هناك وضع تسلل، شرادو وضربة مرمى، يقول حكم المباراة خروج رائع من الحارس أوسبينا، لعبة مباشرة مسعود أوزيل، عرضية ممتازة ورائعة في دوريان، الأرميني مخيطرياني سدد صاروخ وجول، على طول قامته، على قوته، على صغر سنه، على براعته، ومع ذلك دوناروما لم يشاهد شيئا. أول أهداف مخيطريان في الدوري الأوروبي، هاي الصورة الخامسة على التوالي لجينارو غاتوزو الذي سيصنع الحدث بدوره في هذه المباراة. صاروخ التسديدة غلطت دوناروما لأنها ضربت في أحد المدافعين. كالابريا يتوغل مازال، كالابريا نغلو بعيدة تماما، تأتي الكرة راح ضربة مرمى، يقول حكم المباراة لصالح الحارس دافيد أوسبينا، يلعب لي كالابريا، عرضية الكرة من هنالك، التغطية الدفاعية والركنية الأولى لصالح عناصر أرسنال منذ انطلاقة المباراة، الحكم المساعد يقول لا، لا كالابريا أم لا، التسديدة مرة ثانية بين بونافنتورا، كان في اصطدام بين الحارس دافيد أوسبينا، سوف اتجاه الرفقاء سوسو، وتغطية رائعة من هنالك على الجهة اليسرى، التغطية من رودريغيز، رودريغيز دي كوتروني، دوناروما يخرج كرة أخرى خطيرة، دوناروما يتفوق على ويلبيك، تفوق، مباريات سهلة، مباريات عادية، الكرة عالية بونوتشي، لماذا ذكرت هذه الأرقام؟ لو ترجعوا لأي مباراة عادية أخرى حتى ولو كان نهائي كأس العالم أو نهائي دوري محلي في ويلجير، ولا لا إلى خطيرة، ولا لا، رائع مخيطريان مرة ثانية، الأرميني من هناك وسرعة التمرير والويلباك، المراوغة ما زال، وينك كوتروني، سوسو راوغ ويدخل، سوسو
كرة سوسو المراوغة وبعيدة وهي كرة جول مسعود وزير با 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 جول 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 لعبة تدرس في مدارس كرة القدم العالمية ثلاثية من أروع ما يكون صنع مسعود أوزيل نعم لعبة تدرس في المدارس وتدرس كذلك عند الأكابر من أروع ما يكون يا رمزي سجل جول هدف ثاني لأرسنال في الوقت بدل